قال محمد هو ابن مالكي، أحمد رب الله خير مالكي، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اليوم مشيئة الله عز وجل مع أسلوب الاختصاص. طبعا أسلوب الاختصاص في النحو عندنا، الاختصاص في اللغة اختص فلان بفلان، أي يعني قصره عليه. أقول اختصصت فلانا بكذا، يعني قصرت هذا الشيء عليه، قصرت هذا الشيء عليه. والأسلوب الاختصاص عند الاصطلاحيين هو قصر حكم مسند لضمير على اسم ظاهر معرفة يذكر بعده جملة لتوضحه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فمعاشر الأنبياء نصبت على الاختصاص لأنها سبقت بضمير، ومعاشر الأنبياء جاءت تبين هذا الضمير، جاءت تبين هذا الضمير، فيكون منصوبا بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص، نحن أخص معاشر الأنبياء. فتعريف الاختصاص والفرق بينه وبين النداء كما سيأتي في كلام ابن مالك رحمه الله. يقول رحمه الله: الاختصاص كنداء دون ياء، كيا أيها الفتى بإثر أرجنية، وقد يرى ذا دون أي تلو أل، كمثل نحن العربة أسخى من بذل. الاختصاص كنداء، هو يشبه بالنداء لكن فرق بينهما دون ياء. إذن التفريق بين الاختصاص وبين النداء فيما يلي: أول شيء دون ياء، دون ياء لا يستعمل في الاختصاص حرف النداء ياء، هذا الفارق الأول بين أسلوب الاختصاص وبين النداء. الفارق الثاني: لابد أن يسبقه اللي هو الاختصاص شيء، والغالب أنه يكون ضمير، بنا، لنا، علينا، إننا، أي ضمير من الضمائر التي يأتي بعدها يعني جملة الاختصاص وتبينه، تأتي جملة الاختصاص وتبينه. الشيء الثالث: لابد أن تصحبه الألف واللام، لابد أن تصحبه الألف واللام كما سيأتي الآن. إذن هو أسلوب يذكر فيه ضمير المتكلم غالبا أو المخاطب أحيانا، وبعده اسم ظاهر منصوب يسمى مختصا. وما الغرض من مجيئه؟ يأتي لتفسير الضمير وتوضيحه، يأتي لتفسير الضمير وتوضيحه. الاختصاص لغة مصدر، اختص فلان فلانا بكذا، أي قصره عليه. واصطلاحا تخصيص حكم بضمير لغير الغائب بعده اسم ظاهر معرفة معناه معنى ذلك الضمير، يعني نحن معاشر الأنبياء، معاشر الأنبياء معناها معنى نحن، هذا الذي تضمنه. يعني نحن المسلمين خير أمة أخرجت للناس، وفي قولنا أنا طالب العلم لا تفتر رغبتي، وفي قولنا نحن الموقعين على هذا نشهد بكذا وكذا. فقولنا تخصيص حكم بضمير أي قصره عليه، قصرنا الضمير عليه. وقولنا لغير الغائب أي المتكلم وهو الكثير، أو المخاطب وهو قليل، نحو أنت الخطيبة أفصح الناس قولا. وقولنا بعده اسم ظاهر معرفة أي معرفة بالإضافة أو بأل كما في الأمثلة. إذن الفارق بين النداء وبين الاختصاص أن الاختصاص ليس فيه أل، أن الاختصاص لابد أن يسبق بضمير يوضح في الجملة التي بعده، أنه لابد أن يأتي بعده يعني معرفة اللي هو أل، سواء معرف بأل أو بالإضافة. ما الغرض من إيراد الاسم الظاهر بعد الضمير؟ هو تخصيص الضمير أو توضيحه أو إزالة ما فيه من إبهام. وهذا الأسلوب يسمى أسلوب اختصاص، ويكون منصوبا، ويكون منصوبا بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص أو أعني أو ما شابه ذلك.
ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء لا نورث، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. فمعشر الأنبياء وآل محمد، انظر، نصبت على الاختصاص بفعل محذوف وجوب تقديره أخص. والجملة الاعتراضية بين اسم إن وهو نا وخبرها وجملة لا نورث، أو هذه كلها جملة اعتراضية ليس لها محل من الأعراب، لكن تعرب يعني إعرابا جزئيا كما قلنا. يعني مثلا لو أردنا أن نعرب إن معشر الأنبياء لا نورث، مثلا إن حرف توكيد ونصب، معشر الأنبياء هي منصوبة على الاختصاص، هي جملة اعتراضية، الأصل هذا كلام اعتراضي قد يحذف من الكلام لكن جيء به حتى لا يكون هناك إبهام على السامع. لو قال إنا لا نورث يعني قد لا يفهم السامع ما المقصود بإنا، فجاءت معشر الأنبياء حتى توضح ما في الضمير من غموض ومن إبهام. ولا نورث هذه يعني لاحقة لإنا، يعني اسمها وخبرها. وقد يقع، نعم، نعم، والمقيم الصلاة، والمقيمين الصلاة، نعم نعم، هي منهم من نصبها على القطع، يعني والقطع سواء على المدح أو على الذم هنا، ومنهم من نصبها على أنها وأخص المقيمين، وأخص المقيمين. وقد يقع الاختصاص بأي للمذكر وأية للمؤنث، أو أية للمؤنث إذا أردنا أن ننطق بالتاء يعني. ويجب بناؤهما على الضم في محل نصب، الأصل فيها النصب لكن البناء هنا البنية السطحية للكلمة هنا تبنى على يعني الضم. وتتصل بهما هاء التنبيه، وهما ملازمان لهذه الصيغة إفرادا وتثنية وجمعا. وهنا لابد أن يذكر بعدهما اسم مرفوع على أنه نعت: إني أيها المسلم نظيف اليد واللسان. إني إنه اسمها، أيها المسلم هنا أي منا هنا مبني على الضم في محل نصب والهاء زائدة للتنبيه، والمسلم نعت. نظيف خبر إن، لأن الياء التي في إن اسمها، وهي مضاف واليد مضاف إليه واللسان معطوف عليها مجرور، هكذا يكون الإعراب. إنني أيتها المسلمة أحسن الحجاب، نفس الكلام. والغرض الأصلي من الاختصاص هو التخصيص والقصر، هو التخصيص والقصر كما تقدم، وقد يكون منه الفخر، وقد يكون منه الفخر كأن يفتخر الإنسان يعني بإنجاز فعل أو ما شابه ذلك، أو قد يكون الغرض التواضع، نحو أنا أيها العبد محتاج إلى عفو الله. فهنا جاء الأسلوب الاختصاص لغرض التواضع. يقول ابن مالك رحمه الله في الاختصاص: هو كالنداء لكنه يخالفه في الشروط الثلاثة التي قلناها، أنه ليس فيه ياء، وأنه لابد أن يسبق بكلام، المنادى يصدر به الكلام، ولابد أن يؤتى بعده بمعرفة سواء معرف بأل أو معرف بالإضافة. فهذا هو الفارق بين يعني النداء وبين الاختصاص. إذن أسلوب الاختصاص هو كما قلنا أسلوب يذكر فيه اسم ظاهر بعد ضمير متكلم غالبا سواء جاء مفردا أو جمعا، ويوضح المقصود من الضمير. أنا الطالبة أتلقى العلم، نحن الجنود ندافع عن الوطن. قد تلتبس على بعض يعني من يعني ينظر الجملة يقول أنا الطالب، لماذا لم تقول أنا الطالب مبتدأ وخبر؟ نقول أن هذا الكلام لم يؤتى به من باب الإخبار، ولكن جيء به من باب يعني إما الفخر أو الإيضاح، فلذلك كلمة الطالب هنا يحسن حذفها لو حذفت، ويدل السياق دون إبهام، دون يعني غموض فيها. يعني أنا أتلقى العلم، نحن ندافع عن الوطن، لنا مجد قديم. فجملة اعتراضية يجوز حذفها دون تأثير في الكلام، لكن جيء بها فقط من أجل الإيضاح المقصود بضمير المتكلم قبلها. والاسم الذي يوضح المقصود الضمير الطالب أو الجنود أو ما شابه ذلك تكون منصوبة على الاختصاص بفعل محذوف وجوبا.
وقوله وقد يرى ذا دون أي تلو أل أشار به إلى الفارق الثالث، وهو أن الاسم المختص يكثر تصديره بأل خلافا للمنادى، فقد يدخل على النكرة سواء مقصودة أو غير مقصودة. يعني هذا بالنسبة لأسلوب الاختصاص. أسلوب الاختصاص له استعمالان، أن يكون بأيها أو أيتها، ويكون اسما مشتملا على أل كالمثال الذي ساقه نحن العرب أسخى من بذل، فالمنصوب على الاختصاص هنا العرب، وجاء ليوضح الضمير نحن في كلامه. نكتفي بذكر الأمثلة سريعا في هذه الشريحة. أنا المسلم ذو خلق كريم، أين الاسم المختص المسلم؟ ما صورته؟ جاء معرفا بأل. ما إعرابه؟ مفعول به لفعل منصوب لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص أو أعني. إنني معلم الأجيال أعمل بجد، أين المنصوب على الاختصاص معلم الأجيال؟ هو معرف بالإضافة ومفعول به وهو مضاف الأجيال مضاف إليه. عليكم أيها المدرسون تربية النشء، أين هنا الاسم المختص أي وجاء المذكر، وهو اسم مبني على الضم في محل نص مفعول به على الاختصاص لفعل محذوف تقديره أخص والهاء جاءت زائدة للتنبيه. إنك أيتها الأم عماد الأسرة، أين المنصوب على الاختصاص أيت، ونفس الإعراب السابق اسم مبني على الضم في محل نص مفعول به، وعماد خبر إن مرفوع وهي مضاف والأسرة مضاف إليه. هذا بالنسبة لأسلوب الاختصاص، وبذلك يعني نزل الستار على أسلوب الاختصاص، وهو درس بسيط جدا يعني مفهوم يفهم من السياق. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.